بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو حسين عدي حسين أحمد الفروي أو القروي من اليمن محافظة البيضاء. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء لا زال له بعض آخر من الأسئلة، فيسأل شيخ صالح ويقول: هل يجوز أكل لحم القنفذ؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالقنفذ اختلف العلماء في جواز أكله على قولين، منهم من يرى أنه حرام لأنه مستخبث، وفيه حديث أن النبي صلى الله أن ابن عمر سئل عنه فقال: خبيثة من الخبائث، أو روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. الله جل وعلا يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل خبيث إنه حرام. ومن العلماء من يرى أنه مباح، لأن الأصل الإباحة في الأطعمة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. قالوا: ولم يثبت دليل في تحريم القنفذ فيكون حلالا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم استعمال الدف في الفرح للرجال وكذلك في الأناشيد الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ضرب الدف للنساء لمناسبة الزواج، فالترخيص بضرب الدف في الزواج خاص بالنساء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يضربن بالدف وأن ينشدن من الأشعار المعروفة: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم إلى آخر ما ورد. فضربه في مناسبة الزواج خاص بالنساء عند جمهور أهل العلم، والحكمة في ذلك إعلان النكاح، قوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وأما الأناشيد الإسلامية فلا نعرف أناشيد بهذا الاسم، ليس هناك أناشيد إسلامية، وإنما هناك أشعار إذا كانت هذه الأشعار نزيهة وخالية من المجون ومن الهجاء والسب والشتم، فلا بأس أن تنشد بمناسبة الزواج أو غيره. إنشاد الشعر النزيه المفيد لا بأس به، بدون أن يكون هناك نغمات جماعية أو أصوات جماعية كما تعرف عليه الآن، وإنما هذه الأناشيد الجماعية هذه إنما عرفت عند الصوفية. وأما إنشاد الشعر على وجه مستفاد منه استفيد منه المنشد والسامع فلا بأس به، فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد قصائده لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الشعراء كانوا ينشدون قصائدهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينشدون الأشعار وهم في السفر من أجل التنشيط على السير، وكانوا ينشدون الأشعار في العمل الشاق من أجل تنشيط العملة. فإنشاد الأشعار النزيهة في مناسبات خاصة لا بأس به، أما ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية التي حصلت في هذا الوقت والتي تنظم بأصوات جماعية أو بأصوات مطربة أو نغمات مستلذة فهذه لا أصل لها في دين الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الاتجار بهذه الأناشيد
المسمى بالأناشيد الإسلامية شيخ صالح روج لها، والمنتفعون ماديا من ورائها روجوا لها وجعلوها وكأنها من السنن أو كأنها مستحبة، وقارنوها بغيرها مما هو محرم ليصلوا إلى مبتغاهم. لعل لكم إضافة شيخ صالح. نعم، أكرر فأقول أن هذه الأناشيد المنغمة المنظمة التي يسمونها أناشيد إسلامية إنما هي أغاني فاتنة، والغنى حرام، وبيع أشرطته حرام، وأكل ثمنه حرام. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك. وما عرفت هذه الأناشيد إلا عند فئتين: الفئة الأولى الصوفية الضلال الذين اتخذوها من الدين ويتقربون بها إلى الله بزعمهم، وهي معصية. والفئة الثانية أصحاب المناهج الحركية، الحركيون الذين يريدون إشاطة الفتنة بين الناس، هم الذين عرفوا بهذه الأناشيد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وجد من أفتاهم بجوازها شيخ صالح، ما هو توجيهكم أحفظكم الله؟ كل يؤخذ من قوله ويترك. فإذا كانت الفتوى على خطأ إنه لا يجوز العمل بها، ولو كان المفتي من أهل الفضل ومن أهل العلم، لأنه ليس بمعصوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وهل صحيح أنه يوجد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن البناء على القبور. كل هذه المناهي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض منها سد الوسيلة المفضية إلى الشرك، لأن الصلاة عند القبر وسيلة إلى الشرك، ولأن البناء على القبر وسيلة إلى تعظيمه والغلو فيه مما يؤدي إلى الشرك. والواجب على المسلمين أن يفعلوا في قبورهم، في قبور أمواتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون في قبر أمواتهم. كانوا يدفنونهم في المقابر ويرفعون القبر قدر شبر عن الأرض من ترابه، يدفنونه بترابه ويرفعونه عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنما من أجل أن يعرف أنه قبر، ولا يزيدون على ذلك. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم كل قبر مرتفع ومبني عليه، وقال لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فلا يجوز الغلو في القبور، ولا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، بل لا تجوز الصلاة عند القبور ولو لم يبنى عليها مساجد، لأن ذلك من اتخاذها مساجد. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان في بيته، كان في حجرة عائشة، وحجرة عائشة مسقوفة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مسقوفة كسائر الحجرات، ودفن فيها صلى الله عليه وسلم صيانة له عن الغلو فيه، لأنه لو أبرز قبره صلى الله عليه وسلم لخشي أن يتخذ مسجدا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وبقي في حجرة عائشة رضي الله عنها إلى الآن، وإلى ما شاء الله هو في حجرة عائشة وهي مسقوفة، إلا أنه عمل لها قبة في العصور المتأخرة فوقها، وهذا من إحداثات بعض السلاطين، اجتهادا منهم. والأصل أن الحجرة مسقوفة كغيرها من الحجرات. نعم. إذن القبة ليست على القبر، القبة على حجرة عائشة. نعم. القبر ليس في المسجد، وإنما هو في الحجرة. إنما هو في الحجرة وفي بيت عائشة، وكان منعزلا عن المسجد، ولكن بعد ما وسع في زمن الوليد بن عبد الملك. نعم. رحمه الله. نعم. أدخل الحجرة في المسجد، ووسع المسجد من جهة المشرق، وقد أخطأ في هذا عفى الله عنه. وكان الخلفاء من قبله يوسعون المسجد من جهة الغرب ومن جهة الجنوب والشمال، ولم يكونوا يوسعونه من جهة المشرق، وتركوا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت في حياته عليه الصلاة والسلام خارج المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم. يسأل صاحب هذه الرسالة فيقول: هل تارك الصلاة متهاونا كافر كفرا مخرجا من الملة؟ لا شك أن تارك الصلاة متهاونا يكفر كفرا مخرجا من الملة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والكفر إذا عرف بالألف واللام فإنه يعني الكفر الأكبر المخرج من الملة.
وقال سبحانه عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وقال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فقرن ترك الصلاة مع التكذيب بالدين فدل على أنه كافر والعياذ بالله. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة أنه ليس من إخواننا في الدين، ومعنى هذا أنه يكون كافرا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يفرقون بين تارك الصلاة تهاونا وتاركها وبين تاركها جحدا لوجوبها، هل لهم من مدخل شيخ صالح؟ هذا قول فريق من العلماء يرون أن من تركها تكاسلا أنه لا يكفر وإنما يلزم بالصلاة، ولكنه لا يحكم بكفره، يلزم ويؤدب حتى لو أدى ذلك إلى أنه يقتل، لكن لا يرون أنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. ولكن هذا قول مرجوح، قول مرجوح ترد على الأدلة الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر يخرج من الملة وإن لم يجحد وجوبها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لم نسمع أن هناك تارك للصلاة أقيم عليه الحد شيخ صالح، ما هو توجيهكم نحفظكم الله؟ لأنه لم يقدم للمحكمة ويقام عليه دعوة حتى يقام عليه الحد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ما هو واجب المسلمين تجاه بعضهم والحال ما ذكر؟ الواجب إلزام هؤلاء بالصلاة، فإن أبوا فإنه يجب قتلهم لأنهم يعتبرون في عداد المرتدين، والمرتد يجب قتله. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي يترك الصلاة متعمدا هذا تارك لدينه، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، إذا ما ابتلي المسلم بمعرفة أناس إما أنهم يصلون فرضا ويتركون فروضا أو أنهم يجاهرون بترك الصلاة، كيف يتصرف؟ هل يكفي الإنكار بالقلب؟ يجب عليه الإنكار والبيان، فإن امتثلوا وإلا وجب عليه اعتزالهم وعدم مخالطتهم ولو كانوا من أقرب الناس إليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. لما أبوا أن يجيبوا إلى دعوة التوحيد اعتزلهم عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كم هي البلايا التي يبتلى بها المسلم شيخ صالح لا يستطيع إلا أن ينكر بقلبه، ولربما كان شجاعا فأنكر بلسانه؟ لعل لكم إضافة شيخ صالح. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب إنكار المنكر على كل أحد، ولكنه يكون بحسب استطاعته، فالذي له سلطة يغير المنكر بيده ويزيله بيده بموجب السلطة التي أعطاه الله إياها، وذلك كولاة الأمور ونوابهم، فإن لهم السلطة، صاحب البيت أيضا له السلطة على من في بيته. الدرجة الثانية الذي ليس له سلطة هذا ينكر باللسان، فيبين يأمر وينهى ويبين ويعظ الناس ويبين الأحكام الشرعية وينكر المنكر بلسانه. وكذلك من إنكار المنكر باللسان أن يرفع بشأن أهل المعاصي الذين أبوا أن يرتدعوا عن معاصيهم أن يرفع بشأنهم إلى ولاة الأمور، فهذا من الإنكار باللسان أيضا. المرتبة الثالثة إذا لم يكن عنده قدرة على الإنكار باللسان فإنه ينكر بقلبه، يكون منكرا للمنكر بقلبه وكاره له ولأهله، ويعتزل مكان المنكر ويعتزل أهل المنكر. أما إن جلس معهم وبش في وجوههم وأكل وشرب معهم وهو يزعم أنه ينكر بقلبه فهذا ليس بصحيح، وهذا كاذب، لأنه لو أنكر المنكر لم يؤكلهم ولم يشاربهم. قال صلى الله عليه وسلم كان الرجل من بني إسرائيل
إسرائيل يرى أخاه على المعصية فينهاه في أول يوم، ثم يراه في اليوم الثاني فينهاه، ثم يراه بعد ذلك، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم، وذلك في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأمر بالمعروف شيخ صالح والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أمر رفيع للغاية وهو في غاية الدقة أيضا. قد يبتلى الإنسان بأناس شركاء له في العمل، شركاء له في مطرحة معينة، ولكنهم على ذلكم الحال ومضطر اضطرارا بالتعامل معهم، كيف يكون موقفه؟ ما هو المخرج؟ المخرج أن يطلب الانتقال من هذه الدائرة ومن هذا العمل إلى دائرة أخرى ومكان آخر ويكون مع الطيبين. فإذا لم يمكنه ذلك فإنه يبقى في عمله ويحافظ على دينه ولا يجلس معهم جلوس مؤانسة وجلوس محبة، وإنما يجلس معهم بموجب العمل فقط، يؤدي عمله فهو لم يجلس معهم رغبة في مجالستهم، وإنما جلس لأداء عمله فقط ويكون كارها لهم ومبغضا لهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قد يكون في عمل يعتقد أن في عمله هذا نفعا للإسلام والمسلمين، لعلكم توجيه ظاهر. إذا كان هناك منفعة للإسلام والمسلمين يعني يقوم بالبيان والتوجيه والإرشاد ويكون يرى لتوجيهه ولكلامه تأثيرا فيهم، هذا عمل طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل صاحب هذه الرسالة فيقول: هل يجوز أخذ زكاة الذهب وصرفها في الأعمال الخيرية كالصرف على طلاب العلم وغير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. زكاة الذهب وزكاة غير الذهب، زكاة لا يجوز صرفها إلا في المصارف الشرعية التي نص الله عليها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه مصارف الزكاة. فإذا كان طلبة العلم من أحد هذه الأصناف جاز صرفها إليه، أما إن كانوا أغنياء فإنه لا يجوز صرفها إليهم، لأن الزكاة الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي مكتسب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القوي الخامل شيخ صالح، القوي لا مؤاخذة إذا قلت القوي البليد الذي لا يحسن التصرف ولا يحسن أن يتسبب في إغناء نفسه وأسرته، ما حكم تأدية الزكاة لمثله؟ القوي الذي يجد عملا ولكنه يتكاسل لا تحل له الزكاة. إنما القوي الذي لا يجد عملا هذا تحل له الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القوي صاحب المعاصي كأولئك الذين جعلوا الدشوش على بيوتهم ويدعون الفقر ويطالبون بشيء من الزكاة، ما موقفنا نحن أمامهم شيخ صالح؟ المسلم الفقير يعطى من الزكاة ولو كان عاصيا، إلا إذا علم أنه يستعين بهذه الزكاة على المعصية فإنه لا يجوز إعطاءه. أما إذا لم يعلم وكان فقيرا وهو لم يخرج من دائرة الإسلام فإنه من أهل الزكاة. نعم. لا يدرى أين يصرف ما يعطى من الزكاة؟ إذا لم تعلم فأنت غير مسؤول، على مسؤوليته هو، لكن إذا علمت أنه يصرفها في المعاصي فلا يجوز لك أن تعطيها له، لأنك تتعاون معه على الإثم والعدوان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يمكن أن أصلي ركعتي الاستخارة وأستخير في أكثر من مرة، كما أنه عندما أكون حائضا فأحب أن أستخير بالدعاء، هل هذا يجوز؟ وهذه عودة إلى رسالة أختنا في الله ألف سين من جمهورية مصر العربية والسؤال لها وكما طرحته. نعم، يجوز تكرار صلاة الاستخارة إلى أن يعزم على شيء من الأمرين المتردد بينهما، ويكرر صلاة الاستخارة إلى أن يتبين له أو يترجح عنده أحد الأمرين الذين هو متردد فيهما. وكذلك إذا كانت المرأة حائضا فإنها تؤجل صلاة الاستخارة إلى أن تغتسل من الحيض ثم تصلي صلاة الاستخارة، وإذا دعا
دعت اقتصرت على الدعاء فلا بأس بذلك. الحمد لله. اقتصرت على الدعاء في حال الحيض. نعم. لا بأس بذلك. الحمد لله. لكنه يكون أقل من الدعاء بعد الصلاة. نعم. لأنه ربما يكون الأمر عاجل. لا بأس. فتريد أن تستخير في وقت حيضها أو في وقت نفاسها حتى. لا بأس بذلك. الحمد لله. لا. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صلاة العشاء موعدها حتى قبل أذان الفجر؟ حيث أن البعض يقول إنه من صلاها بعد منتصف الليل فهي قضاء. صلاة العشاء إلى نصف الليل وقت الاختيار. نعم. إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة لا يجوز التأخير إليه، إنما هو وقت ضرورة فقط. نعم. من بعد العشاء إلى نصف الليل. إلى نصف الليل هذا وقت الاختيار. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.